معكم بلحية أو بيرسون، هذه أول فيديو أديرو هنايا، لأن صافي يعني سالينا. دابا كنشوف المجتمع، أنا بقيت نهضر بقضية مجتمعية، ولاد عندنا قضية مجتمعية، يعني مشكل حنا ولادنا صحاب الحياة، مكاينش تلقى واحد ماشي اللي جا عندو شي صغيبات ينوضهم ويدير فيها بلحية، كيفاش زعما؟ كيفاش تا بلحية؟ تجي زعما ادخل زعما تقول أنا بلحية وتجي تدخل زعما، كيفاش ديري ليها زعما؟ لا الحياء دا قوالي ديالها، خصك هاديك الكاريزما ديال الحياء بعدا، عاد باش دير الحياء، فهمتي؟ حنا هاد الحياء لي تناكلو بيها الخبز، ماشي راه تلبسوها هي لي تديرها باش تقعد طيح ليا في الدريات في الشارع، لا حنا مدرناش على داكشي من اللول، مكناش تافقين على هادشي، أنا معندي شابة يجي عندنا يقولك راه وحنا بلا داك النوع، حنا مدرناش طيحو بيها الدريات، فهمتي؟ مدرناش لهداك المستوى كاع، فهمتي؟ ما درناش الحياة باش نبقاو فهمتي نبان زوين وهادي فهمتي ونخبي شكون هذا فهمتي المهم شي حاجة بحال هكا حنا الحياة راه بينا بينا شريفة حنا ما درناش طيحو بيها الدريات ما درناش يعني نبقاو نديرو بيها الفاشن فهمتي ما درناش هناك ما اتفقناش على هادشي في الأول حنا ولي الحياة اللي يعني النقابة ديالنا راه كاينة دابا مبقاش عندنا كرامة هنا بعدا فهمتي دابا كنت انا ندخل بعد اسبوع ندخل العرس فهمتي هادوك العراسات ديال الانداع وديكشي فهمتي ولا ندخل شي مسألة هادي وندخل نقول لها هاديك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انا القوي يعني يقف كمامة يعني كل شيء ترى القوي يعني يقف اجلالا لنا واكبارا ويصفقون فهمتي يعني كي دابا مبقاش داكشي وليت شهر دابا يعني بالحضرة فهمتي تدخل تيصحابو دابا هادوك معاكو تيصحابو انا دابا معاكو فهمتي حنا الحياة ديالنا في الاول في النقابة ديالنا ديال موالين اللحية فهمتي موالين اللحية اول حاجة لا تدخل معنا النقابة خص تكون حافظ واحد الكتاب فيه احاديث بزاف فهمتي وديما تكون حافظ يعني من رواه يعني هاديك الرواية وديك الشي هادي هي القوانين ديال النقابة ديالنا فهمتي ثانيا تحفظ ما تهي السلام من الذكر الحكيم فهمتي من القران وديك فهمتي سورة ياسين البقرة مريم هذيك زيد مهم اما اذا مهم حتى اللي جلسنا تناقشوا مع بنادم توصلوا لي واحد الرسالة فهمتي هكذا يعني بدات تشوف تقي الله فهمتي تيجي كاية كانوا تيجيو عندها حتى من بيا الدرهم بيتي الدرهم يدعي بها فهمتي لا مبقاش عندنا هادشي هذا كلشي داير لهيا مبقاوش يعرفوا الفري من الميطاسي فهمتي الفري ها هو هنا خودي وعقلوا على الكبير هادي يعني كانوا كيجيو عند الناس يدعيو بها كنا تنصبو على بنادم بهاد اللحية هادي لا مبقيناش يعني طاح الوقت وبقاو تيخلطونا معاكم وجه واحد داير لهيا كدا كداش نازلت الارض براهو شارى هاد اللحية هادي عندها 25 عام راه كدا كدك فهمتي فاش كنتي انت بزاف كنشبك انا راه كانت عندي اللحية هي هادي تشاد ليك يعني فين كانت وفين مشات راه دوزنا معاها هي بات شحال من زردة شحال من انتخابات و راه مكنقولش ليك يعني شي حاجة يعني يا سلام شحال من انتخابات كيما قلت و انا بغيت نرجع نسأل الانتخابات بعدا قربوا فهمتي حنا انتخابات حنا هما الاوريجينال ديال الاحزاب فهمتي احزاب ديال المرجعية الدينية حنا هما اللي تنطلع عليهم الاصوات يعني انا تمشي بهذيك الفوقيه ديالي اجلال الحومه الشوارع تيشوفوا تابعيني يعني المتابعين ديالي ماشي بحال ديال فيسبوك هادشي فري قضيه انتخابات واحد الهضره بيا دابا نتوما اللي داير اللحيه دابا كتعدى بينا يعني دابا هضر لكم على حزب يعني ديال بي جي دي هذاك ديال هذا تيدور لي دور الشيخ هنا القادر يقول لي ها شوف صيفط لي هذوك الباليك وللعيا ونزلو فهمتي ويعبئو الناس فهمتي الحفلات الانتخابية حدا هو لي برو ديالها فهمتي حدا هو لي برو ديالها دابا ولي بنادم مبقاش يعرفونا واش هنا ولا توبا وليتو بزاف حبيبات خويا هابا قول ايش خويا اللحية ليه اللحية انت ما داير انت داير اللحية على باش تعرق فهمتي داير اللحية ديكور حنا ماشي ديكور هادشي هادي اللحية ماشي ديكور هادي العمل العمل الجماعي فهمتي يعني العمل ودير الفلوس بهاد اللحية هادي انت اش دير بيها انت يلاه
مشي تستولى بها قدام الحوبة ولا تستولى بها على عيشة رجالة فهمتي، وانت صحابك زعما راك هادي اللحية ديال الرجال فهمتي، هادي الرجولة خليني بداك الشي ديالكم. دابا اللي جاب فيه صحابو البنت اللي شافتها تقولك هذا تسحبت انا من هذوك النوع، لا خويا لا بتعقي الله فهمتي، انا هاد اللحية دي دايرة انتخابات فهمتي، نصب بها في انتخابات اسبوع بشهر ريحت بشي فهمتي، بشي جمعية تدوروا ليا تعيطوا ليا تمشي تنحضر فهمتي، هاد اللحية دي عندها قيمة في المجتمع ديالنا فهمتي. ثم هاني جا دابا هاد اللحية بقى يقول ليا يدير ليا في يدير ليا في كاريزما ولا يدير ليا شي حاجة، راه شوفها هادي شي انا المهم هادي اول رسالة فهمتي، مازال جولة سهيل النقابة راه تدخل تا هي، النقابة ديالنا راه تدخل معاكم انت هي واش شديناه بلا النوع هذا اللي جيتي تستولى بيها وداكشي عدي وقطعوها البو فهمتي، نحسنوها ليه بلا ما وجي و شوف نحلف لك بهاد الحي اللي عندها 5 جيران وباش تجيو تزاحموا بها في الانتخابات ما حشوش عليكم، هادي راه كانت ميناد شوفك اخويا شي بيت دير 15 تا كاع ودي راسك بات على جي الحي 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 دير 15 دير تبعات ودير الميكسيك فهمتي. المهم سيديك 15 ديك الحياة بسخوط